انا بركان اليوم خلاص فصلوا في نعم. لا لا هو خلاص نعم. نهضه بركان انتهى الموضوع، حتى وغدوا يقولوا له النهائي تلعبوا بلا نهائي تلعبوا باسم نهضر لك. اسكو قرار بو ات ريترو اكتيف، اسكو يقدر يقول الطاس دوك بركان راح يرافع؟ نعم راح يقول انا راح يدافع عن نفسه. انا خاطي، بارك الله، انا 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 الكاف اعطاتني تريكو، اعطاتني تريكو فاليداتوني لعبت به، ما عطاو ما خلاونيش. الله 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 يسامح، اصبح مش طرف في القضيه يا نو خلاص خرج هو عنده سند هو على هذه اللي نقول انا الامور مشي تعقدت. انا بالنسبه لي سي سيمبليفي المسار اللي راح يديروا لي جماعه سهل فلربما وش راح ياخذ وقت، وانما المعركه الحقيقيه وهذا اللي بغيت كذب، المعركه الحقيقيه راح تبداها الفيدراسيون الجيريان دو فوتبول اللي على مستوى الطاس وعلى ما فوق الطاس. يعني سيتادير راه كاين بزاف اللي يقول لك الطاس راهو قرار نهائي، لا راهو قرار يستأنف يا استاذ على مستوى محكمه دي فيدالية سويسرية. سويسرية نعم، ولكن هذا شيء في اجراء اخر، في اجراء لا لا باش لا يعني باش الناس تعرف، باش نعم باش الناس تعرف، لانه لو طاس معترف به على مستوى الفيدرالية السويسرية، استدير اون بو يالي محكمة الفيدرالية السويسرية. انعمه انعمه، ولهذا اللي حبيت نقول انا يعني باش ننصح باش نستفاد باش يستفاد الجمهور، كيف لنا على ضد الكاف اللي اعتمدت قميص، لماذا اللي راح على البالي باللي انتهى موضوع، لماذا اعتمدت قميص يعارض كل القيم التي أسس من أجلها ميثاق الميثاق الأولمبي وقانون الفيفا وقانون الكاف والمبادئ العامة؟ نعم، وأقصي بلد معترف به مؤسس في الاتحاد الإفريقي صح التي ضمت أراضيه باطلا في هذا الخريطة. كيف بالفعل؟ بالفعل أخ جمال، حقيقة حقيقة احنا المحكمة التحكيم عندها ضوء، عندها اختصاص كما تكلمنا عليه، اختصاص شاسع، تقدر حتى تلعب دور الوساطه اخ جمال. نعم لانه نعم، عندها حكم الوساطه، عندها حكى ذلك الوساطه، ممكن دير مصالحه، ممكن تلقى حلول، لانه بالفعل ماهوش ما راحت الوساطه. نعم نعم ممكن هما يقترحوا قبل نعم ليه. ولكن راح يفصلوا في النزاع، ولكن يدخلوا فيه كل الاطراف. الان وشو يتكلم بالضبط الاتحاد الافريقي حاب يقول اخ جمال؟ معنى المتسبب الرئيسي هو الاتحاد الافريقي، بارك الله فيك حقيقه. ولكن هنا القرار واش راح يكون؟ القرار واش راح يكون؟ راح يكون اذا المحكمه الرياضيه الدوليه بلوزان استنتجت المواد تكلمنا عليها من قبل، اللوائح، تشوف باللي الاتحاد الافريقي هي بالضبط هي لجنه المنافسه اخطات وخلقت القانون، واش دير؟ لا داعي باش تعاقبها، تمشي تتعاقب عقوبات مباشره لكاف، لا كتقول كتصدر قرار وتقول الغاء المقابله ولا اعاده المقابله ولا منح نقاط المقابله الى الف او باء، يعتبر ضربه قاسيه للاتحاد الافريقي.